الاتفاق عليها بين طهران وواشنطن، هذا ما أكده رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي خلال اليوم الثاني من جولة المفاوضات النووية في لوزان السويسرية. مسؤول أمريكي كبير أعلن كذلك عن إحراز تقدم في تحديد الخيارات الفنية لاتفاق نووي تاريخي. تصريحات متفائلة تأتي قبل أسبوع من انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق. للمزيد ينضم إلينا من لوزان السويسرية موفد فرانس 24 وسيم الأحمر. وسيم، يبدو أن الأجواء مهيئة للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني قبل نهاية هذا الشهر. يعني المؤشرات كما ذكرت نجيب، يعني الجانب الإيراني الوفد الإيراني يبدي كثير من التفاؤل، كما يعني علي أكبر صالحي رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية ذكر أمس أن 90% من النقاط التقنية تم التوصل إلى حلول بشأنها، ولم يبقى إلا نقطة واحدة كما قال. فيما الوفد الأمريكي أكثر حذرا يعني في الحديث عن هذا الأمر، هو يتحدث عن تقارب كبير فيما يتعلق بالمسائل التقنية، لكن يقول أن هناك أي مسائل صعبة ويجب العمل على حلها قبل يوم الجمعة، يعني نهاية هذه الجولة من المفاوضات، وبكل الأحوال قبل الموعد المحدد أو المهلة المحددة لتوصل إلى اتفاق إطار اتفاق سياسي يسمح بالدخول في تفاصيل اتفاق نهائي فيما بعد قبل حزيران يونيو المقبل. الأجواء التفاؤلية استمرت صباح اليوم، يعني حتى على لسان المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم صدرت تصريحات لها بأن هناك فعلا جدية وإمكانية للتوصل إلى تسوية قبل نهاية هذه المهلة. أما فيما يتعلق بتفاصيل ما يجري في المفاوضات، في الواقع لا يرشح الكثير عما يجري داخل قاعات التفاوض. المفاوضات التي أخذت وتيرة غير مسبوقة، يعني بالأمس اجتماعات تقريبا طوال النهار على مستوى وزراء الخارجية الولايات المتحدة والإيراني جواد ظريف وجون كيري، يفترض أن يجتمعا صباح اليوم الآن. وفود الدول الخمسة الواحد بدأت بالوصول، وصلت ليلا إلى فيينا للمشاركة أيضا في الاجتماعات. الممثلة للاتحاد الأوروبي أيضا هي هنا، لكن فيما يتعلق بالتفاصيل في مضمون الاتفاق ما علمناه فقط من مصادر غربية أنه قد تكون يعني النقاط التي بقيت عالقة والتي تستغرق الكثير من البحث والنقاش هي مسألة رفع العقوبات، آليات رفع العقوبات والتزامن، هل هو بمجرد توقيع الاتفاق وكيفية وهو جدول الزمن لهذا الأمر. والنقطة أساسية تتعلق بالبحث وتطوير البرنامج النووي الإيراني أو قدرات إيران النووية. هذه النقطة تحتاج إلى يعني هي من النقاط الصعبة كما قالت لنا المصادر الغربية، لأنها تتطلب أولا بحث تقني معمق وفي الوقت نفسه قرار سياسي بتجميد أو عدم الالتزام بعدم توسيع البرنامج أو عدم تزيادة التخصيص في حد معين. كل هذه النقاط يفترض أن يتم العمل عليها قبل نهاية الأسبوع. وعلمناها أيضا أن وزراء خارجية الدول 5+1 يستعدون للقدوم إلى هنا في أي لحظة، بمعنى لدى التوصل إلى شيء ملموس. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل موفد فرانس 24 إلى لوزان. وسيم الأحمر.